وحازم هلا مع بعض رح نطلع ونشوف تقرير للفنان التشكيلي بكري العيسى في النحت على الخشب، وطبعا جهود التقرير مشكوره للزميله الدكتوره جمانه دويكات. خلينا نشوف التقرير سوا. والله حبيت الفن الخشب عن طريق طبعا عمي محمد العيسى، توفي هو طبعا، وكثير دربني يعني على الشغله هي، وكنت اعمل اكثر من تمثال واجي افرجيه وانا من صغري يعني افرجيه اكثر من تمثال يشهد لي يقول لي انت فعلا راح تطلع فنان من عمك. وحبيت هذا الاشي ونميته، وكثير ناس اعجبوا برضه في اعمالي كثير كثير، وشاركت بعده معارض الحمد لله كل امور تمام ان شاء الله. خشب الشجر بنجيبه من عدة شجر من أي مثلا وبننحت عليه ونشوف، بس هو في نوعية قاسية جدا اللي هو الخشب الكينة، من أقصى الخشب يعني لاحظت عليه، وفي أخشاب بتكون طرية شوي، طبعا الخشاب هذيك بتكون زي مصنعة مش خشب الشجر، بيكون خشب شجر في كثير صلابة، بكون واحد بكون مخيلته شغلات كثير بتنطبع براسي طبعا، وبنزل بباشر فيها مباشرة وبتلاقيني نحت وطلع إشي حلو جميل. طبعا في بعض من الاعمال اللي عملتها مثل العمل خشب الجوز طبعا اللي عندي هون، هو عمل سريالي وفي له عده اتجاهات ثلاثي الابعاد، ما ينلف يعني او يتحرك ويتكرر بيعطيكي اشكال متعدده، وفي بعض من عمل الاسد اللي عامله هذا هو عصم من خشب الكينه طبعا من خشب الشجر من اقصى انواع الخشب، وفي خشب الصنوبر عده انواع خشب برضه اصطناعي برضو هذا قاسي تقريبا زي الكينة طبعا عمل سريالي وفي له عدة اتجاهات، وفي العمل اللي هو هذا الشخص اللي حامل ضغط على ظهره حمل نعم، وفي هي الأعمال كلياتها تقريبا. أستاذ بكر طبعا من عائلة فنية، وبعرف الله يرحمه عمه من الفنانين الكبار عندنا في الأردن اللي هو محمد عيسى أبو كارم، وحب إنه يورجيني عمله، فبالبداية كنت أنا يعني حابب إني أشوف أعمال أكبر من هيك، فما كنت معطيه تشجيع بالبداية، فهذا كان دافع له إنه يعمل أعمال قوية، و حسيت انه صدمة لبعض فنانين نحاتين موجودين عندنا، فأشادوا بشغله وبطريقة عمله بيشتغل بالسرياني، واحنا فعلا في عندنا كثير فنانين في الأردن ياريت انهم يظهروا، خلينا احنا نشتغل لحالنا ونشوف ايش اللي بيصير، احنا الأعمال هاي كثير جيدة ممتاز، واذا انت ربنا اعطاك هاي الموهبة معناته انت اللي بدك تشتغل على نفسك.